أطنان وأطنان من الماء تتدفق لتوجد أمامنا عالماً من على ارتفاع شاهق يسبب الدوار. وهذا البخار الغريب المتصاعد يثير الطبيعة، إنها شلالات فيكتوريا. على عرض 1000 متر وعلى ارتفاع 120 متر تنحدر المياه بغزارة، ولكن الأرقام لا تدرك فخامة وجلالة هذا المنظر. وفجأة وجدنا أنفسنا نسبح في عالم الخرافات، في عالم يلقى نهايته هناك على حافة الهاوية. هنا نستطيع القول أننا في نهاية العالم. ومع تدفق المياه ترسم في السماء ألوان قوس قزح. وبعد عالم الضوضاء لشلالات فيكتوريا ننتقل وإياكم إلى موزمبيق. في منتزه غورونغوزا المياه هادئة، ويخيل لنا أنها غير قادرة على العنف الذي كنا نشهده قبل قليل. في هذا النهر وعلى ضفافه تعيش الحيوانات في سلام لا ننوي إخلاله. هناك بعيدا جدا، نادرا ما نلاحظ بعض الخيالات، إنه فرس النهر. ثم يظهر لنا هذا، إننا في عالم الطيور. ولكن على مسافة قليلة من النهر ندرك أننا لسنا في عالم الطيور المائية، وإنما نحن في عالم التماسيح. إنها الضيوف الدائمة للأنهار الإفريقية. لقد جعلت الخرافات المصرية القديمة من هذا الحيوان كائنا مقدسا، ولكن لم يعد كذلك الآن. إننا نقدر فيه طاقة الصبر اللامحدودة، وخاصة قوته المخيفة. الطيور لا تخشى التمساح، بل على العكس من ذلك فهي تتغذى منه وتتعايش معه في سلام تام. وفي ساعات النهار الأشد حرارة
نجد التماسيح في الماء، وعندما تكتفي بالسباحة تستعين بأقدامها الراحية. ولكن عندما يريد التمساح التعمق والغوص في أعماق النهر، فإنه يستعمل ذيله الذي يساوي طوله طول جسمه. وفي الماء يظهر التمساح أكثر جرأة وتهورا، فإنه يستطيع مهاجمة أي فريسة تصادفه. وتعينه رئتاه الضخمتان على الغوص لمدة ساعتين أو ثلاث، ولا يتجاوز طول التمساح الصغير سنتيمترات قليلة، ولكنه يتجاوز 3 أمتار ليصل أحيانا إلى 5 أو 6 أمتار عند بلوغه سن 15. إنه حيوان آكل اللحوم. يجذب التمساح فريسته إلى الماء كي تغرق، ثم يحبسها بين الجذور والصخور لتتعفن. إنه صياد ليلي، ويهجم على ضحيته على حين غرة. أما نهارا فهو غالبا ما يبقى ثابتا في مكانه في انتظار هبوط الليل. ولكن النهر ليس ملكا للتماسيح فقط، بل هو كذلك ملك للطيور المائية التي تعيش على ضفافه. بعض طيور الغاق أيضا تعيش في هذه المنطقة. والبجع الأخرق على اليابسة يثأر لنفسه في الجو، فهو طائر ممتاز. لقد تجمعت الطيور كلها مراقبة بعضها البعض، وطالما يعم الهدوء فهي لا تبرح المكان. وهكذا تكون ساعة الصيد. البجع منهمك في الصيد، بينما الطيور الأخرى تنظر إليه وترقبه، مترقبة دون شك أن تعلم إذا كانت الأسماك الآن متوفرة لتقرر الشروع في الصيد هي الأخرى. Thank you.
حينما يوجد الماء فإنه من الغريب عدم وجود البط. ونشاهد ثنائيا غريبا يشكله أبو شعن وهو طائر من اللقالق، وأبو ملعقة وهو طير مائي يتميز بمنقاره الملعقي الشكل. وهكذا تعيش كل الطيور على ضفاف الأنهر، وبما أنها طيور سماكة فلا يوجد ما يدعو إلى مهاجمة بعضها البعض، وهي تعيش عموما في وفاق. لأنه يعيش في الماء فهو يغذي جسمه العظيم من النباتات المائية الصغيرة، ذلك هو فرس النهر. إنه سباح ماهر وأحيانا يتمشى في أعماق النهر، ويفضل فرس النهر البقاء في الماء طول ساعات النهار الحارة ولا يخرج من الماء إلا في الجو البارد. هل تعتقدون حقا أن التثاؤب كما هو عند البشر يتناقل من فرد إلى آخر عند أفراس النهر؟ إننا نجزم على ذلك عند مشاهدة هذا المنظر. إنه أقل وزناً من الفيل، ولكن سيقانه القصيرة تجعله يبدو أكثر وزناً. عندما نراه على اليابسة يبدو لنا أن هذه الكتلة العظيمة من الشحم واللحم تجعل منه حيوانا ثقيلا وكسولا، ولكن الحقيقة غير ذلك، إذ يحدث أحيانا أن يقوم فرس النهر بمسابقات وألعاب، وأحيانا أخرى يشن هجوما ويشعل خصومات. Thank you.
وقد تؤدي السباقات إلى مخاصمات. ويفضل القطيع بأكمله عدم التدخل والرجوع إلى الماء. الآن وهو الوحيد على الضفة يمكن أن يعتبر نفسه المنتصر، ويفضل خصمه اللحاق بالقطيع ليشاركه السلام. وهذه هي الساعة المناسبة للصيد بالنسبة للطيور السماكة، إنها لا تخشى أفراس النهر، بل على العكس من ذلك هي تستعمل فرس النهر كمصطحة عائمة. توقفت الضوضاء وعاد الهدوء إلى المكان. لقد حل المساء. على ضفاف الأنهار في موزمبيق تعيش أفراس النهر جنبا إلى جنب مع الطيور السماكة. وقديما كانت أعداد أفراس النهر كبيرة، ولكنها تناقصت وكادت أن تختفي. واليوم وفي عالمنا هذا لم يبق سوى فرس النهر الأفريقي.